وبأولى مساحتنا الصباحية حنروح للفقرة الطبية وحنحكي عن دور الكلى في الجسم، ونحن بنعرف انه هي مسؤولة عن كثير من وظائف الجسم، مو بس بتنظيف الدم من الفضلات وتصفيته، لا اكيد كمان هي بتساعد على تحفيز انتاج الخلايا الحمراء وايضا ضبط مستوى الدم. ولكن ببعض الحالات ولاسباب كثير ممكن يصير في خلل بعمل الكلى يؤدي لحدوث قصور بالكلى، هذا الشيء اكيد رح يأثر بشكل مباشر على عمل الكلية في الجسم. اليوم ضمن صباحنا وضمن فقرتنا الطبية حنضوي على معنى المعنى الطبي لقصور الكلية، شو هي الأسباب ومين هن الأشخاص اللي هن المهيئين لحدوث قصور الكلية عندهم، وأكيد طرق العلاج، وحنشوف أيضا من طبيبنا اليوم إذا كان الوقاية لها دور كبير بنجاح الوقاية من أنه نحن نوصل لقصور الكلية. وأكيد ضيفنا على اليوم هو الدكتور وسيم مقصود، أخصائي في أمراض الكلية والضغط شرياني، طبيب مشرف في مشفى الأسد الجامعي. يسعد صباحك حكيم. أهلا وسهلا. يسعد صباحك. يسعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني كثير أشخاص بيخلطوا بين ألم الظهر وألم الكلية، لكن بداية خلينا نعرف شو هو قصور الكلية وكيف ممكن تشخيص هاي الحالة. هلا هو بصراحة القصور الكلوي هو موضوع مستقل، يعني ما له علاقة بموضوع الألم بقد ما أنه موضوع أنه ضعف وظيفة الكلية. هلا هو ضعف وظيفة الكلية بتبدأ عادة بأعراض جهازية لا نوعية، وعادة أنه بتمرق بمراحل كتير وما بتعطي أعراض، بمراحل متأخرة بتعطي أعراض بتكون وقت الكلية صار فيها تلف أو فيها ضعف مزمن يعني. فهي غير مرهونة بموضوع الألم اللي نحن بنعرفه، يعني نحن عادة أنه عندنا فكرة أنه موضوع الألم هو الأساس بموضوع ضعف الكلية وهيك. هلا الألم هو له علاقة ببعض بالإنتانات البولية بالحصيات ببعض الأمور، بس ما نو بموضوع القصور ما نو كتير أنه شيء يعني لينك ارتباط يعني بهالموضوع هذا. فهو موضوع القصور الكلية القاصرة أغلب الحالات ما بتألم، بس بتعمل أعراض جهازية نتيجة تراكم هالسموم هاي، لأنه هاي السموم بتمشي بالدم وبتوزع على كل الأعضاء تقريبا، فبتعملنا هالأعراض هاي، بتعمل أعراض جهازية بكل الأعضاء، يعني ممكن بالجهاز العصبي صداع مثلا، ضعف وعي مثلا، ممكن بالجهاز القلبي الوعائي الضغط الشرياني، ضيق نفس، اعراض زلي تنفسيه، ممكن انه بالجهاز الهضمي تعمل غثيان، ممكن تعمل حكي بالجلد. فهي الاعراض هي مرهونه بموضوع السموم اللي ما عم تنطرح، عم تعمل لنا هالاعراض هي. فهذا هو قصور الكليه، يعني هي الكليه القاصره بهالمعنى. طيب خلينا دكتور حنرجع نضوي على الأعراض بشكل أوسع كرمال نقدر نحن اليوم نفرق بين ألم الكلى والألم الآخر بالجسم، ولكن خلينا نروح للأسباب. اليوم عمل الكلية هي مسؤولة يعني عن معظم وظائف الجسم، خلينا نقول وقت اللي بيصير هاد الحالة في أسباب، خلينا نحكي عنها. تمام. هلا نحن كمان في نقطة كتير مهمة إنه بدنا نفرق بين حالتين، يعني في عنا حالة إنه ضعف مؤقت بالكلية بيكون بنسميه قصور حاد أو ضعف حاد، أذية حادة، وفي عنا الداء الكلوي المزمن اللي هو ضعف مزمن. هلا احنا الحاله الاولى انه ممكن في اسباب تعمل توقف مؤقت بعمل الكليتين وبتعمل اعراض بس قابله للعلاج، بيكون سببها تجفاف او فقد سوائل، احيانا بعض الادويه السامه، ففي عندنا احيانا انسداد بولي، فكله بنعالجه بارضه يعني مباشره وقت بتصير الاعراض بيتحسن موضوع الكليتين. اما عندنا الضعف المزمن هو امراض مزمنه، يعني مثلا في عندنا داء السكري، مرض السكري مثلا امراض مزمنه، في عندنا ارتفاع التوتر الشرياني، في عندنا الامراض الوراثيه، في عندنا امراض المناعيه بالكليه، تناول الادويه مثلا العشوائي، امراض الوراثيه، امراض البوليه، هي كلياتها ممكن انه تاثر تعملنا مرض مزمن بالكليه. هلا كيف يعني مزمن؟ انه بياخذ وقت كثير لحتى بعدين اخر شيء بيعمل قصور نهائي، فبصير الكليه يستبدل نسيجها بشكل كامل. هون عم نحكي عن انواع بانواع القصور. تماما. ايوه. هلا هي الانواع كثير مهمه، فنحن انه لازم نميز بين هالحالتين، انه كل حاله انه هي يعني هي قابله للعلاج، هذيك لا بتمشي باتجاه مزمن يعني. طب دكتور اليوم اذا بدنا نحكي عن العوامل ونتوسع فيها، العوامل اللي بتساعد على تفاقم الحاله او على انخفاضها. تماما. هلا هي بالنسبه للامراض المزمنه بالكليه عاده امراض الاستقلابيه مثل ما حكينا، المرض داء السكري هذا كثير شائع وهو اشع الاسباب طبعا. السكري كيف يعني؟ انه مثلا سكري صار له حوالي مثلا بدنا نقول 20 سنة، بهال 20 سنة لازم يكون مضبوط، يعني لازم يكون معالج بشكل جيد، مضبوط في السكر. في حال ما تعالج؟ في حال ما تعالج بصير في عندنا تبدلات غير متراجعة بالكلية بالكليتين، بتعملنا ضعف في الكلية، والألم ما له شرط مو أساسي بالموضوع مثل ما حكينا، لأنه ألم يعني موضوع أذية مزمنة عم تتفاقم وعم تعملنا قصور مزمن. من السكري في ارتفاع التوتر الشرياني، كمان ارتفاع التوتر الشرياني في حال كان ارتفاع ضغط مثلا 170 100 مثلا، انه ارتفاع يعني فوق الحدود الطبيعيه،
فبيعمل ازيات مزمنه بالكليه. يعني بيصير في عندنا ازيه مزمنه بالكليه بتتفاقم بعدين وبتعملنا قصور كلوي، نفس القصه يعني. فهدول المرضين كثير شائعين، وبالاضافه للاسباب الثانيه متفرقات بتكون عاده. طيب تمام دكتور. دكتور خلينا بس نضوي على نقطه، هل هذا المرض ممكن يكون وراثي؟ كونه ذكرت انت الامراض الشريان السكر، تماما نعرف انه هدول الامراض ممكن يكونوا بنسبه كثير كبيره وراثيه عند الشخص. ايه هلا نحن في عندنا جزء، يعني احنا عندنا اذا نسبه 100% مثلا عندنا السكري مثلا نسبه عاليه، الضغط، الامراض الوراثيه في لها نسبه معينه يعني نوعا ما انه لها دور بهالموضوع هذا. الامراض الوراثيه ممكن تعمل قصور كلوي مزمن في بعض الامراض. قد النسبه اليوم حكيم الوراثه تلعب دور بقصور الكلى؟ يعني تقريبا قريب ال 10% ممكن انه نلاقي عندنا حالات هيك. دكتور إذا بدنا نرجع نتوسع شوي ونحكي، ذكرت حضرتك إنه القصور الكلوي إنه ما له أعراض، لكن اليوم اللي الشخص اللي بيصاب بمراحل متقدمة ممكن أنها تصير معه بدون ما ينتبه، أو ممكن يكون في أعمار صغيرة تنصاب بهذا الشيء؟ هلا هو في أعمار، هو صاير إنه مثلا انه عند الاطفال احيانا بيكون الاسباب الوراثيه بيكون في احنا الاسباب البوليه، انه مثلا اذا في مشاكل بوليه بالطفوله وما تعالجت جراحيا او اي بتفاقم بعد فتره بتلاقي الكليتين صار فيهم اذيه مزمنه وغير قابل للعلاج. مراحل الشباب في عندنا امراض المناعيه بالكليه، التهابات الكبد والكليه كثير شائعه. مراحل بعدها مثلا باعمار ثانيه عندنا السكري وارتفاع توتر الشريان. عند المسنين عاده لازم نكون حذرين موضوع ضخامه البروستات، موضوع الادويه، كمان تناول الادويه العشوائي ممكن يؤذي الكليتين، لانه كليه المسن غير كليه الشخص البالغ او الشباب وهيك، فانه لازم كليه المسن كثير حساسه لاي اذيه ممكن تصير، وخاصه الادويه الاستخدام العشوائي مثلا. طيب المسكنات والادويه. دكتور كونه ذكرت الشيخوخه والشباب، خلينا هيك نركز على نقطة، مين الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة؟ فئة الشباب أو الأعمار المتقدمة؟ أو هي ما إلها علاقة حسب روتين الحياة، حسب الاستخدامات الخاطئة؟ هلأ طبعاً نحن المرضى السكريين مؤهبين، مرضى ارتفاع التوتر الشرياني مؤهبين، يعني مثلاً مرضى الضغط الشرياني بتلاقي كتير عندنا مرضى مثلاً سكر غير مضبوط، يعني بتلاقي مثلاً أنه عادةً لا عرضي هو بيكون عادةً ارتفاع التوتر الشرياني، فالمريض بيقول أنه والله مثلاً أنا ضغطي هالقد مثلاً عالي ومرتاح أنا ماني حاسس بعرض، فهو هون الخطر بالموضوع، لانه هي هذا الارتفاع الضغط الغير مضبوط والمانو عرضي على مهله عم يأذي الكليتين وعم يعملنا اذيات بالكليه، ولاحقا بيجي وقت ما بنقدر نضبطها لانه بيكون صار تبدلات غير متراجعه. طيب والاطفال؟ الاطفال مثل ما حكينا الامراض الوراثيه وامراض البوليه. ما هلا ممكن يولد الطفل عنده هاي الحاله؟ احيانا في امراض معينه بتعمل اذيات، امراض كلويه بالولاده كمان، يعني في انماط كثير لانه كثير متعدده، بس الطفل عاده انه لازم ننتبه لشغله هو نقص النمو، يعني الطفل انه بجوز كمان الاعراض القصور الكلوي عند الطفل مرهونه بالنمو. تتشابه بعرض اخر حكيم قصور الكلى بالجسم؟ هلا ممكن يصير اختلاطات طبيه او مو طبيه، خلينا نقول شخصيه، انه ما يقدر يفسر المريض الحالي اللي عم يمرق فيها. هلا للامانه هو المريض عاده مريض القصور الكلوي المزمن بيجي باعراض عامه، يعني كيف انه مريض متعب منهك، اعراضه جهازيه متعدده، فانه هي بتكون شبيهه بكثير شغلات، بس نحن لازم نفرق بينه وبين هذيك الشغلات وقت تكون مجتمعه، يعني مثلا وقت بيكون في عندنا اعراض تطال الاجهزه كلياتها مع مريض منهك متعب وما عنده شكوى نوعيه، لازم نشك بهالموضوع هذا. تمام. نشتلق لهالموضوع هذا، مثلا فقر الدم، يعني مثلا فقر الدم هو احد الاسباب القصور الكلوي، ونمطه غير انماط فقر الدم بالامراض الثانيه، فبالتالي فقر دم معند على العلاج ومو مستفيد على العلاج ومو معروف شو سببه، لازم ندور على الموضوع هذا. طب دكتور خلينا نحكي عن مراحل العلاج، هل ممكن اليوم المريض القصور الكلوي يشفى من هي الحاله ولا حسب شده الحاله او حسب العمر؟ الحقيقه في فرق، يعني في حالتين نحن بهالموضوع هذا، انه مرض قصور كلوي بادئ يعني بالش بالمراحل الباكره نحن واجبنا او عملنا واللي بنقدر عليه انه نوقف نمو تقدم المرض، هذا الرقم الواحد. الحاله الثانيه لا، انه المريض قطع مراحل كثير وصار في مراحل نهائيه، فهي المراحل النهائيه عاده انه علاجها بيكون للاسف يعني انه علاج استبدالي مثل ما بيقولوا، يعني علاج بالتحاليل الدموي اللي هو غسيل الكليه او علاج بزرع الكليه بالمراحل النهائيه. اما نحن بالمراحل الباكره بنقدر نقدم شيء للمريض انه نمنع ترقي المرض، تقدم المرض، يعني ما يتقدم المرض كثير انه يصير بمراحل متقدمه. من خلال شو؟ من خلال بعض التوصيات، مثلا يعني نحن في عندنا ضبط الضغط الشرياني كثير مهم، ضبط السكر اذا كان مريض سكري، بننبه المريض على الادويه، مثلا ما ياخذ ادويه بشكل عشوائي، ادويه عشبيه مثلا، شغلات ما صحيه او هيك شيء، مسكنة أدوية مسكنة مثل ما حكينا كثير، التناول العشوائي لها بيأثر، تجنب التجفاف فقد السوائل مثلا، علاج الانتانات الحصيات البولية، تجنب النزف،
تجنب الإجهاد مثلا. الإجهاد أحيانا بيعملنا انحلال عضلي، الإجهاد بيعملنا انحلال عضلي بيأثر على الكليتين كمان. تجنب حقن المادة الظليلة مثلا إلا عند الضرورة يعني، وتكون في مريض قصور كلي وبدنا نعمل له إجراء فيه حقن مادة ظليلة، لازم نكون نحن نعرف الجدوى من هالإجراء هذا. وإذا بدنا نعطي نعمل له إياه للمريض بدنا نحضره قبل، يعني نعمل له تحضير بطبي قبل ما يروح يعمل حقن المادة الظليلة، كأنه قسطرة أو حقن طبقي محوري أو أي أو تصوير شعاعي أو أي هيك شيء، لأنه هي المادة كمان بدنا نحاول إنه ما نخليها تأذي الكلية أكثر. يعني مثل عمليا نحن إذا عندنا كلية مريضة بدنا نحاول نمنع أي شيء يفاقم الأزياء الكلوية. طيب دكتور، ذكرت حضرتك غسيل الكلى وهذا الإجراء نحن بنعرف أنه متعب جدا للمريض، وأيضا يعني ذكرت أنه ممكن الحالة إذا تفاقمت يصل المريض لغسيل الكلى. طيب اليوم نحن بغسيل الكلى ما في شيء اسمه شفاء، صار نحن بس عم نداري حالة تماما، نحن عم نطيل حياة المريض، يعني أنه نقدم نوعا ما يعني شو اليوم الإفادة من غسيل الكلى بعد تفاقم الحالة؟ يعني كيف الفائده من غسيل الكلى؟ هي بس تخليص الدم من الفضلات. ايه طبعا نحن عم نحاول هالسموم هي عم نسحبها بطريقه ما، انه عم نقدر عن طريق الدم ننظف الدم ونعطي تنقيه، يعني مسميه تنقيه وسحب سوائل. هو غسيل الكلى شقين، يعني شق هو تنقيه يعني سحب السموم، وفي شق ثاني سحب السوائل، لانه كل شيء بيزيد عندنا ماء مثلا او فضلات او هيك ما بتنطرح عن طريق البول بنسحبها كمان، فهي تنقية وسحب. طيب شو الإجراء؟ يعني في ناس كتير ما بتعرف شو يعني غسيل كلى، أو بسمع نحن أنا حادة من الأشخاص ما بعرف شو الطريقة الطبية يعني لغسيل الكلى. إيه هي تنقية دموية بتتم عن طريق نحن عادة بنوصل شريان بوريد بالطرف العلوي مثلا، نعمل شيء اسمه ناسور شرياني وريدي. ناسور الشريان الوريدي بصير الشريان بنوصل بوريد الوريد، بعد فترة بينضج بصير جوف واحد اثنيناتهم، بصير في عنا ضخ دموي قوي، يعني بصير في عنا ضخ دموي. نحن مبدأ التحال أو غسيل الكلى بيعتمد على ضخ دموي، ضخ دموي بيروح عن طريق أنابيب وبيروح على جهاز على غشاء نصف نفوذ، بصير إنه المواد السامية بتطلع هاي لبرا، والمواد اللي بدنا إياها نحن مندخلها عن طريق سائل التحال بتدخل للجسم، فنحن عملية تبادل بتصير. وفي طريقة تانية كمان إنه بنسحب السوائل بتروح المي لبرا الجسم. مثل قوة الضخ أنتوا اليوم معتمدين بغسيل؟ طبعاً إحنا بنعتمد على الضخ وبنعتمد على ضغط المريض الجيد يعني كمان بالتحال التقليدي. طبعاً في أجهزة تحال تانية هي عبارة عن تحال مستمر على مدى 24 او 48 ساعة، هذا نوع ثاني ما بيعتمد ما عنده مشكلة بموضوع ضغط كان هابط، بنعتمد فيه لمرضى العناية ومرضى قصور القلب، فانه بنعتمد عليه. بس بالتحال بالمزمن مرضى المزمن قصور القلب المزمن بنعتمد على التحال التقليدي يعني اللي عم نحكي هذا اللي بيعتمد على ضغط، فلازم يكون في ضغط ولازم يكون في وظيفة قلب جيدة، يعني كمان القلب بيساعدنا اذا كان القلب وظيفته منيحة بيساعدنا بهالموضوع. تمام دكتور، إذا بدنا نحكي اليوم عن مرضى القصور الكلوي، هل اليوم الأطباء بينصحوا بتغذية معينة، أكلات مسموحة أو ممنوعة اليوم لمرضى القصور الكلوي؟ والله الموضوع كتير مهم بصراحة، يعني موضوع التغذية حاليا يعني كتير مهم إنه الواحد المريض التغذية، لأنه التغذية بنفس الوقت لا بدنا نقول إنه شيء يضر المريض، وبنفس الوقت لازم المريض يتغذى بشكل جيد، لأنه عمليا المريض إذا ما تغذى بشكل جيد عم يكون عامل إنذار سيء إنه لاحقا إنه عم يكون سبب وفيات وهيك. هلا التغذية هي ثلاث شقوق، يعني ثلاث أجزاء، شق البروتين مثلا والفوسفور والبوتاسيوم. هلا نحن عادة بالمراحل الباكرة من القصور الكلوي بننبه المريض إنه يتحمى عن البروتين بنسبة معينة، بالنسبة للفوسفور والبوتاسيوم نوعا ما بنعطي مجال لأنه أسا الكليتين عم يطرحوا بول، وفي مجال إنه المريض إنه ياخذ بوتاسيوم لمرحلة معينة. هلا بمراحل متقدمة بنكون أقسى على المريض بناحية البروتين، وبنصير كمان على الفوسفور والبوتاسيوم بنحاول نحمي المريض عن هالموضوع هذا. الفوسفور والبوتاسيوم، الفوسفور طبعا موجود بالالبان والاجبان، والبوتاسيوم موجود بالفواكه. هلا بمراحل وقت بيصير المريض على التحال بتصير الامور اهم، يعني من ناحيه البروتين، انه البروتين طالما المريض فلست الكليتين او صار في قصور كليتين فنحن فينا نقدر نعطيه بروتين اكثر طالما هو صار على التحال. فنحن هون ضروري كمان جدا انه نغذيه بروتين. عاد نحن وقت بيصير المريض على التحال بنرفع نسبه التغذيه البروتينيه، لانه هون كثير مهم التغذيه البروتينيه مشان تمنع انه المريض لانه كمان عم يفقد بروتين بالتحال وكمان عنده قمه ونقص شهيه بياثر عليه، فنحن لازم نشجعه على التغذيه البروتينيه. هلا من ناحيه البوتاسيوم بنكون بشكل اهم انه مننبهه على كميات محدده من الفواكه يقدر ياكلها مشان ما يصير عنده فرط بوتاسيوم، لانه الحقيقه فرط البوتاسيوم قاتل، يعني ممكن انه المريض يصير عنده قصور كلوي، يعني يصير عنده فرط بوتاسيوم يكون عنده اذيه خطره يعني قلبيه، ممكن يصير توقف قلب، فهذا كتير مهم موضوع البوتاسيوم. بضل موضوع الفوسفور،
الالبان والاجبان كمان بكميات محدده بنقدر نخلي المريض ياكل منها، بس بشكل عام وقت بصير المريض على التحال كثير مهم انه نخليه يتغذى، يعني كثير مهم انه يتغذى بشكل جيد لانه التغذيه كثير مهمه. في ممنوعات حكيم بالتغذيه او السوائل بهي الحاله؟ هلا السوائل وقت ممنوع يعني انه ممنوع خلص انه ممنوع اي طبعا نحن عندنا الاكلات اللي فيها مواد حافظه، فيها معلبات، فيها كذا، فيها بوتاسيوم كثير، فيها هيك مثلا نحن حتى بالطبخ بنحاول انه المي مرقه الطبخ هي ما بنستخدمها لانه بيكون فيها بوتاسيوم كثير، فبنحاول انه مشان نجنب المريض تبعات فرط البوتاسيوم. هلا من ناحيه البروتين ما عندنا مشكله، يعني احنا مريضنا بيقدر ياخذ مثلا بحدود الواحد جرام على الكيلو جرام باليوم من وزنه مثلا بروتين باليوم، بروتين صافي طبعا، احنا بروتين صافي عندنا مثلا هو مقسم انه مثلا اللحوم والبيض مثلا له نسبه معينه، كل 100 جرام هون ممكن تعطينا صافي بروتين مثلا 20 لحم احمر مثلا، اللحم الابيض بيعطينا 15، البيض مثلا بيعطينا 8 جرامات. هلا نوعا ما انه يعني لازم بدرجه ما ضمن الظروف المتاحه انه المريض يعني ما بدنا نقول انه شيء مثالي كثير كثير، بس انه يقدر ياخذ شيء معين من الحكي هذا، يعني يقدر ياخذ نوعا ما حميه بروتيني يعني بروتين منيح من هالموضوع هذا. تمام، يعني فينا نقول دكتور انه مريض القصور الكلوي حتى بعد العلاج او مع العلاج لازم كمان يتبع نظام غذائي عن طريق الطبيب. يعني انا مع فكره انه مبالغه كثير ياكل بده اياه مثلا يوصل لمراحل انه يصير يضطر بده تحالف عافي، ولا انه مثلا يتحمى كثير لانه انه الحميه الشديده كمان ممكن تاثر على المريض، انه يعني الحميه الشديده انه ممكن تعمل له تاثيرات ثانيه، لانه كمان بالاخر عنده مناعه وعنده دفاع، عنده مثلا كثير شغلات بالجسم بدها تشتغل بناء على البروتين. وعلما انه هو كمان بالتحال عم يفقد بروتين، يعني بالتحال عم يصير في فقد بروتين. طيب دكتور اليوم نحن قدام حاله، يعني خلينا نقول انه كمان يعني لا تقل عن حالات السرطان، يعني طبعا يعني هذا الموضوع بصراحه فعلا مهم جدا، يعني مؤلم، وانت اليوم بنهايه المطاف الشخص عم يروح لغسيل الكلى، وهون اليوم ببلش الوضع النفسي سوء ان كان منه بشكل شخصي او من الناس اللي حواليه. ونحن بنعرف انه دائما بالحالات السرطان دائما الحاله النفسيه لك دور كثير مهم. الحقيقة هل اليوم عم تتشابه الحالات بالحاله والله النفسيه؟ والله فعلا، يعني موضوع الحاله النفسيه عند المرضى كثير راض، يعني راض نفسيا للمريض، الاكتئاب بصير عنده اكتئاب المريض، انه انا كنت بسيستم حياه صرت بسيستم ثاني. بس الحقيقه نحن بنحاول نقدم دعم نفسي للمريض، انه مثلا نحن بنقول له هذا المرض ما هو مرض خبيث مثلا، هو مرض مزمن ومتعب صح، بس انه بس هو مميت حكيم. ايه يعني بس انه عاده نحن وقت العتة حال عم نطيل حياه المريض، انه يعني ما في شيء يحددنا امتى ممكن انه يصير يعني توقف حياه، بس نحن عم ننبه للمريض انه لا، نحن عم نقدم لك دعم، انه هذا اجراء منيح وعم تساويه عندنا مثلا، عم نسحب سوائل منيح، وانه التزام منك بالحميه ومتابعه جيده من الطبيب. يعني هذا الموضوع بصراحه للامانه انه بده متابعه من اطراف كثير، بدنا المريض واهل المريض والطبيب ثلاثتهم بيتشاركوا مع بعض لحتى تنجح العمليه هي. فبالتالي نحن وقت بيتشاركوا كلهم مع بعض وكانوا كلهم متعاونين بهالموضوع هذا، المريض بيعيش سنوات منيحه، يعني الحمد لله صالح مع حالته. تمام بالضبط. أي يعني عندنا مرضى في عندهم 20 سنه و15 سنه وعايشين ومتاقلمين مع الوضع، بس مثل ما عم احكي يعني اذا الطبيب لحاله ما راح يقدر يساوي شيء، واذا المريض لحاله ما راح يقدر يساوي شيء، واذا الاهل، لانه مثلا المريض مطلوب منه انه يكون متعاون، انه كذا وكذا وكذا والتزام وكذا وهيك، الاهل موضوع رقابي نوعا ما على الموضوع، والطبيب بده يقدم النصائح والارشادات، والسلك التمريضي طبعا بيقوم بعمله مشكور بهالموضوع هذا بشكل مستمر ملاصق للمريض طبعا اكيد. يعني دكتور يعني هيك بالختام نصائح من حضرتك، يعني اي حدا قبل ما يفوت اي شخص بمرض اي مرض من امراض الكليه، هيك نصائح للحفاظ على صحه الكليه من اطعمه من اشربه، دائما بيقولوا شرب المي. ايه تماما، هلا هو يعني موضوع انه درء التجفاف ما بيشرب ما بيشرب، يعني احيانا انه هو درء التجفاف كثير مهم، وخاصه لطبقات عمريه متقدمه، انه فقد السوائل كثير مهم انه لازم، بس وقت بيصير هن مرضانا بالتحال وهيك ما بنقول لهم اشربوا مي، بنقول لهم خففوا، لانه بتصير في مشكله بطرح البول، ما عندهم طرح بول يعني. باقي ما تبقى الامراض المزمنه لازم تتعالج بشكل جيد، يعني ما بصير انه مريض سكري يتعالج هيك بشكل عشوائي مثلا كيف ما كان، لا، هذا بده في اخصائي بده يتابعه، لانه هو السكري مرض جهازي، يعني والارتفاع التوتر الشرياني كمان مرض جهازي، يعني هدول المرضين انه كثير لهم تاثيرات على الاعضاء ولازم يتعالجوا بشكل جيد، ونحن طريقه التعامل معهم بتاخر موضوع القصور الكلوي، وفي مرضى ما بيتاخروا كثير ليصير عندهم ازياد كلويه، وفي مرضى من فترات قصيره ممكن يصير عندهم هيك شيء. تناول الادويه العشوائي كمان ما صح، يعني عمليا بيكون في شيء تحت رقابه طبيه كثير مهم، يعني انه الواحد موضوع الدواء
موضوع الحصيات البولية كمان، الحصات مثلا بتصير لازم نعالجها، إذا ما تعالجت وانتركت ممكن تعمل أزيات مزمنة، ما بتبين فورا، بتبين بعدين، بتلاقي أنه الكليتين صار فيهم أزيات مزمنة. فهي الأمور كلها بدنا نحيط فيها بشكل جيد لحتى أنه نضمن السلامة. هلأ أنا حبيت أحكي هالحكي لأنه كتير موضوع المعرفة بهيك أمور كتير ضعيف، فلازم العالم تعرفوا أنه موضوع أنه أحيانا الألم الكلوي ما هو مقياس، بس بشكل عام عادة عند مريض متعب منهك عم يحس حاله بأعراض جهازية كذا، هذا مدعاة أنه ينفحص على الأقل من طبيب داخلية مثلا يقيم وضعه، وقت بيكون في عنده خلل كلوي بيتابعه طبيب الكلية. دائما حكيم الوقاية مثل ما بقول خير من ألم، طبعا أكيد. وهي مرض، وهي الحقيقة يعني مرض متعب ومنهك ومستنزف، يعني مستنزف للمريض وللحكومات كتير، يعني لأنه مريضنا صاير أنه بده علاجات يعني حتى أدوية ماديان اليوم تماما، أجهزة الغسيل مثلا مشافي الدولة عم تقدم خدمة كتير منيحة عم تغطي القسم الأكبر، بس رغم هيك أنه في عندنا مرضى عم يكون عدد المرضى أكتر، أحيانا المراكز الخيرية عم تساعد بهالموضوع هذا، فبحيث أنه أي مريض يحتاج غسيل يقدر يأمن غسيل يعني إن شاء الله حكيم. وطبعا زرع الكلية هو إجراء كتير منيح، زرع الكلية كتير منيح أنه بيمنع هالموضوع هذا، موضوع التحال، وبيعطي حياة، نوعية حياة أفضل يعني زرع الكلية. تمام إن شاء الله دكتور، بالصحة والسلامة لك كل الأشخاص. شكرا دكتور لك المعلومات الطبية اللي ذكرتها، إن شاء الله لنا لقاءات أخرى بصباحك. معلومات وفيرة قدمت لنا يا دكتور، شكرا لك لحضورك معنا.